وأعضاء النادي الأهلي الكرام. النهارده معانا الريزستنت باند أو الرابر باند، وهنشتغل بيها تمارين جنرال للجسم كله. أول تمارين هنبتدي من تحت الجسم لحد فوق. أول حاجة هنحطها تحت رجلينا كده بالشكل ده، هنمسكها هنا كده أهو زي ما أنا ماسكها كده، وهننزل بيها سكوات. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة. كده احنا بنعمل مقاومة عشان نشغل عضلات الكوادريسيبس أو عضلات الرجل الأمامية بالشكل ده كده. وبعدين زي ما احنا واقفين نفس الوقفة، هنوسع رجلينا شوية، نخلي رجلينا بشكل سبعة كده لبره، وهننزل كده. حاول أكون ركبتي سوفت، حاجة بسيطة، مش هتدي جنبي عشان تعمل معايا مقاومة، ونشغل عضلات ايه؟ الهامسترينج. بالشكل ده. كمان هنشتغل عضلات السمانة أو الكالف بالشكل ده كده واحنا واقفين، مش هنحتاج البند. هطلع على مشط رجلي، اثبت وانزل بشويش. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. بعدين حط ده برضو تاني تحت رجلي، هبتدي اشغل عضلات الذراعين. واحد، اثنين، ثلاثة، شكل ده كده، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. نفس الكلام، هبتدي ان انا اميل بظهري وارجع لورا. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. بالظبط كده. بعدين عضلات الكتف، واحد، اثنين، كوعي بيكون متني سنة، بطلع لحد استقامة ذراعي وانزل. خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. بعد ما بطلع للجنب برضو بطلع لقدام. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. وبعدين بميل برضو بجسمي لقدام، بمسك الرابر بند وبطلع كده ايه لورا عشان اشغل عضلات الكتف الخلفية. وبمساعدة الباب أو أي حاجة عندنا بتكون في البيت، هبتدي إن أنا أعلق فيها الرابر بند بالشكل ده كده، تكون حاجة شادة الرابر بند كده عشان أنزل كده وأشغل عضلات الظهر. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. كوعي بيكون جنب جسمي بالشكل ده. سبعة، ثمانية. بعدين ببعد كوعي عن جسمي وارجع بالشكل ده. اهم حاجة اقفل لوحين الكتف على بعض، اضم ظهري كده على بعضه. سبعة، ثمانية. وبعدين زي ما انا كده هخلي الرابر بند ورايا وهستخدمه كده. ده كده لعضلات الصدر. ثلاثة، أربعة، خمسة،
ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. كمان هقف كده وانزل لتحت، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة. ده بيشغل عضلات الشيست السفلية بالظبط كده. بس كده كده احنا هنكون شغلنا معظم عضلات الجسم باستخدام الرابر باند او باستخدام الاستيك من البيت بدون اي مشاكل خالص، مش محتاجين نروح جيم. اهم حاجه ان احنا نمارس الرياضه بشكل دوري. كان معاكم الكابتن حسن من جيم النادي الاهلي الجزيره.